احلى سناك بالنسبه لي يا جماعه دي الكاتنج بورد بتاعتي. ايه ده، سكينه دي صغيره بس حاميه جدا. احلى سناك بقى تفاحه مع ألمون باتر، بحب الكومباينيشن. ممكن بقى لو انت بتحب الحاجه المسكره تحط شويه عسل. ادي هيز هير. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Listo. Feel the difference already, much less. ادي نزل الهواء في الكاوتشات. What did you do about the wheels? Took the air out. Not all of it. Yeah, yeah. From what to what? From 40 psi to 25 psi. Oh, too much. Is that 15 psi? You can take it right down to 15 psi if you're stuck in the sand. But this is not full soft sand, so 25 should be okay. Yeah, عشان هنمشي على الرملة. واحنا العربية بتاعتنا مش فور ويلز، فقللنا الهواء في الكاوتش عشان نقدر نمشي. You know the the extract salt. Yeah, I saw a lot. And your mom is a whale. I'm very happy being a whale. Then I don't have to pay for mama anything. Whale. Yeah. You don't need to learn diving. وصلنا الكامب يا جماعة، فتحنا الباب الخلفي عشان نحس بشوية ترابة. طبعا انتوا عندكم اوبشن ان انتوا تقعدوا في العربية او تقعدوا تنت. نشحن السولار باور بتاعنا. مش عارفه هنا انا على طول جعانه، مش عارفه هو الهوا ولا ايه بالظبط، بس لسه واكله يعني. بحاول ان انا اركز على البروتين عشان ما ازيدش في الوزن، بس على طول عندي الرغبه ان انا اكل، فاعتقد بسبب الجو الحلو يعني. إيه هنا السرير بتاعنا، عايزين تشوفوا الفاندا السرير بغطيه كده بالشيت عشان يعني التراب او حاجه. طبعا اي حاجه كده تخزين بنحطها تحت. معانا ميه بزياده لان هنا في حمام بس ما فيش دش. ميه الشرب، في ميه شرب تاني تحت. وهنا الدرور دي بنحط فيها لبس، اكل، سبايسز، اي حاجه عايزينها. وهنا حاجات الكوفي اكسترا. هنا مكان ما انا وادي بنقعد. تمام. هنا بسكت السفاله. هنا موبايلاتي، عايزة الشمس تيجي
برضو عشان ما يسخنش. هنقفل الباب هنا. شايفين بقى هنقعد انا وادي هنا ناخد العشاء بتاعنا، ده السولار باور بتاعنا، وده الحمام في بس في الطوارئ زي بوكس كده، و حاجه بسيطه يعني. It's too much. You wanna wash your hand? Done? Nice. I wanna shower. I think you can put more sealant on. Yeah, yeah. Inside. Here is the dinner. شاي وعملت لي قديش نعناع وانا شاي. ست المصرية مالتي تاسكينج، بتعرف تعمل كل حاجة. ادي ما يعرفش يشيل الكوباية كده. هلا ميسيو. نفتح الثلاجة نجيب شوكليت. بصوا انا عاملة مقاطعة بس انا شارية ده يعني اكتر من شهرين من قبل الزفت ما يحصل والقرف يحصل. بعدين جواه بقى ايه؟ ميكس، مش بس اوريو، مش عندي. يا جماعة بنتفرج على الويلز، فبسأل أدي the mama whale is always single. single mom. is there an independent mama whale? Look at that, they don't need idiot males around. I'm sure you agree sometimes. لازم تكوني زي الماما ويل، single mother. Single mom, right? كده مع نفسك يعني، حتى لو انت ما عندكيش اولاد ومش متجوزه عايشي مع نفسك، استمتعي بحياتك لغايه ما تلاقي الشخص المناسب كده، لما ما تشغليش دماغك. شايفين؟ خليكي زي الانثى الويل، الانثى الحوت، بتربي ابنها لوحدها، مش عايزه حاجه من الرجاله. طبعا في الكامبين يا جماعه محتاجين نشرب plenty of water، keep hydrated، ودايما استثمروا في البوتلز اللي هي تحت درجة الحرارة في فلامينجو. طبعا انا مسز I can't enjoy doing nothing، فهقعد اقرا دلوقتي. عملت داونلود شوية كتب حلوين او بودكاست اقعد اسمع لهم او اقعد اقرا فيهم على الجو الجميل ده. فتحت الباب الخلفي عشان يكون في تيار هوا كده اقعد، معناش تكييف ده اللانترن بتاعنا بالليل ده بعلق عليه اي حاجه.
اللي زغزغني قول ادي سي زغزغني 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 ما تزغزغنيش ما تزغزغنيش ما تزغزغنيش ما تزغزغنيش يا حبك كذاب مجرم ومشكلي سلاح Arabic is shit. Hey. You see all the letter wrong. You see them all correctly, you see the singing wrong. عشان بيقلص على الانجليزي بتاعي فانا بقلص على العربي بتاعه. على الاقل انا بتكلم كذا لغة اي نعم مش fluent but good or very good which is okay. والله لسه بحسن النطق بتاعي في الانجليزي و الاسباني بتعلم وفرنساوي نسيته يعني درسته سنتين. خلاص هو حب قوي شايفين الريفليكشن بتاعه في النظارة بتاعتي ان شاء الله. They can see you through my sunglasses ان شاء الله. Yeah, that thing. Are you sure? The voice is like يا جماعة عايز اقول لكم ان انا قاعدة في العربية وعمالة اشوف حيتان عمالة بتنط في المية. واحد فيكم مش عارفة هتشوفوه ولا لا. شايفين ال ها شفتوا يعني انا مش مصدق ان انا بيني وبين الحوت 3 كيلو. مش عارفة شايفين ده ميزة الفان لايف ستايل ان انت او انت كل يوم في مكان جديد تختاري الوجهة بتاعتك المكان بتاعك. عايزة تبقي فوق الجبل، عايزة تبقي قصاد المية، عايزة تبقي في اي حتة في العالم. دي اللايف ستايل بتاع الفان. شايفين انا بصحى على المنظر ده وبنام على المنظر ده وقاعدة كده مع نفسي قاعدين نقرا الكتب بتاعتنا نستمتع بوقتنا لوحدنا بنعمل اكل كامبينج. انتوا متخيلين انا في نفس المية ان الحيتان بتعوم فيها هناك هنا قدامي. انا قاعدين مستنيين الغروب. شايفين طبعا الخيم دي ما فيهاش اي حد واحنا بننام في العربيه وهنا بس شخص يعني بياخد باله من مكان. شايفين يا جماعه السانسيت. شايفين يا جماعة الغروب. حضرنا العشاء انا وادي، حاجة بسيطة مش بحاول يعني في الكامبينج ناكل اكل صحي على قد ما نقدر. فهناكل بصور لكم فيديو يوتيوب. متنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الاشعارات. سانسيت يا جماعة، الجو بدأ يبرد شوية. انا بالنسبة لي جو برد احسن ما يكون حر وعرق.
What is for dinner, our chef? Chicken soup. Muy, muy bueno. You can put our fairy lights up in the van. Yeah. يا رب تطلع الأفوكادية حلوة. أوه السكينة دي حامية قوي. بحاول يعني في الكامبينج ناكل أكل. أنتوا شايفيني؟ أهلا أهلا. الناس بقى دايما عماله تستفسر انت بتسافري ازاي بتسافري. عايزه اقول لكم انا من ساعه ما سبت مصر بنقعد ببلاش، ما قعدناش غير في حاجات بفلوس يعني اوتيل او كده. الله كلمه شوف بقى لنا كام شهر بنسافر نقعد اقامات ببلاش ازاي. انا سايبه لكم لينك على الانستجرام تحجزوا معايا الكول واقول لكم على كل الاستراتيجيات دي. الحاجات دي ما بتتقالش او تتكتب كده لان هي دي خبره سنين انا بجمعها لك على حسب كمان اللايف ستايل بتاعك. يعني بقعد اتكلم معاكي ادرس معاكي حالتك واقول لك انت عايزه تعملي ايه في حياتك، وبناء على خبرتي اقول لك بقى تعملي ايه وما تعمليش ايه، واشوف ايه اللي يناسبك وايه اللي ما يناسبكيش على حسب طبعا رغباتك. بس هديكي فكره افكار كتيره وهساعدك كتير وهديكي بوش ان انت تحققي خطوه كبيره في السفر. I think it needs lemon. Yeah, put lemon in it. ده روتين نسيت كل حاجات النوم هنا. نغسل أسناننا. أنا على شكل النجوم. شادبين. I can't see the stars. You can't? ده الروتين بتاع الفان. غيرت لبست لبس تي شيرت وحطيت غسلت وشي وغسلت اسناني وحطيت مويسترايزر لان هنا قدام البحر شعري ناشف وكل حاجه جافه مع الملح، خاصه ان هنا نسبه الملوحه عاليه في الميه، هنا مزارع شركات ملح. وهقعد انام هنا واريح واقرا الكتاب بتاعي. بانجور. ده شعري الكامبينج. جايبين شعري عامل ازاي. صاحيين لسه على الشروق. طبعا احنا صاحيين من بدري بس قاعدين بنتفرج على المنظر. ادي بيطير الدرون عشان شاف حوت قريب من البحر من الشط، فمدمن. والناس هنا بدأت تيجي عشان طالعين رحلة. دلوقتي هقوم اغسل وشي بقى وافرش اسناني حضرت يا جماعة اللبس اللي انا هلبسه. دي الشنطة اللي بيبقى فيها لبس النوم وحاجات قبل النوم، بس هنا ايه كل اللبس بتاعي موجود. وده لبس ادي وهنا اكل وحاجات، وهنا الاكياس والجرات واخر واحد. بس ده هنا لبسي وده لبس ادي. فجهزت لسه هعمل سرير تمام. ودلوقتي معايا غسيل الوش وتفرش الاسنان. خلصنا تاني اسعف فكرة في اليوم. يا جماعة في الكامبينج مش كل حاجة بتحصل بالساهل، يعني كل حاجة بتاخد وقت. ادي فرحان كده عارف يمسك ويل على الدرون. ترتيب السرير وتغيير الملابس. تادا خلصنا السرير. حط الهدوم شنطة هدوم البيت. هنبدأ دلوقتي حط الميك اب حاجة خفيفة يعني. ده الميك اب اللي معاه صلحت شعري، وده معاه سان بلوك.
يا جماعه. لسه هون.